انت عارف الاجانب بيناموا بدري، اه فكلهم عايزين النهارده، او احنا انا شخصيا الحقيقه كل او كلنا كنا عايزين نحتفل بوجود او بعدد البطولات الكبير اللي احنا خدناها، عايزين نحتفل بهذه الانجازات، فعايزين نحتفل بكل واحد الحقيقه. صح. احتفلنا بديفيد ديفيز، ودلوقتي هنحتفل باوجاستي بوش. اوجاستي بوش المدير الفني الكبير للنادي الاهلي في السله رجال. مستر اوجاستي، انا تاني مره على فكره التقي معاه، المره اللي فاتت كانت بعد البطولات في السنه اللي فاتت، السنه دي ايضا لسه ما التقيناش انا وهو في البيت الكبير. انت مسهره، بس انا مسهره طبعا، عينيه باينه. بس هو اتعود على فكره من السنه اللي فاتت. مستر اوجاستي، اهلا بيك طبعا على شاشه قناه الاهلي. مش سامع كوتش يا كوتش. لسه مش سامع. مش سامعين في حاجه في الصوت يا شباب ولا ايه؟ مش كوتش اوكي، مش مظبوط. لا سامعينه. سامع. مستر اوجستي وحشنا جدا، يعني بقالنا بتاع سنه ما شفناكش. سنه قبل السنه اللي فاتت انا ما شفتوش. لا انت بتشوفه على طول طبعا. ها درش. نفس الامر بالنسبه لي، افتقدكم كثيرا. مستر اوجستي، اولا مبروك طبعا، موسم استثنائي لكره السله رجال للعام الثاني على التوالي. موسمين ده الموسم الثاني. ايوه الموسم الثاني. ايوه الموسم اللي فات حققنا 5، السنه دي حققنا 4، وبالتالي يعني جهد هو دايما لما بتيجي تتكلم معاه، انا حافظه من السنه اللي فاتت، بتيجي تتكلم معاه وتقول له انت عملت حاجه، يقول لك لا مش انا، المجموعه اللي عملت. بس في نقطه قبل ما يتكلم، سوري يا مستر جوزي، احنا بس لازم اتكلم عليهم. اتفضل. موسم استثنائي عظيم الموسم اللي فات، بشكرهم جدا جدا عليه، والسنه دي برده موسم استثنائي. بس في نقطه، بطوله عربيه، لما لعبنا بطوله عربيه احنا اتظلمنا في الفاينل. لا اتظلمنا. بص كلام، اتظلمنا كلام دغري. فاحنا بطوله عربيه اللي خسرناها دي كويس، اتظلمنا في الفاينل. عظمة النادي الأهلي في ماتش السوبر المصري اللي حصل فيه، دي عظمة طبعًا. النادي الأهلي طبعا، ده مجلس إدارة النادي الأهلي، هو الراجل بصراحة احترم القرار جدا. بقية البطولات اللي دخلها كسبناها الحمد لله، بشكره جدا وبقول له ألف مبروك هو ورجالته. 2 موسم ما شاء الله، وأنا عارف لسه هو عنده كتير هو ورجالته في الموسم الجاي. شكرا. ممكن بقى تسيبوا الكلام. اتفضل يا مستر أوجستي. أشكركم جميعا. بالنسبة لي هو شرف أن أتواجد وأتشارك هذا الوقت مع كابتن خالد وكابتن إسلام. لقد كان موسمين رائعين للغاية، وكما قلتما هو عمل جماعي ليس عمل أوجستي، بداية من كابتن خالد بصفتي مدير النشاط الرياضي، ومن قبل كابتن رؤوف، وبالطبع رأس الإدارة في مع كابتن محمود الخطيب. الحديث عن إدارة ناجحة في كل الأحوال، ونحن كمدربين ولاعبين نريد أن نعمل في أفضل الظروف لكي نحقق النجاحات، وبالطبع لن نجد ظروف أفضل من العمل في النادي الأهلي، ونتطلع لحصد جميع الألقاب في المواسم القادمة لكي تكون مواسم ناجحة كالماضية. كيف ترى تتويج النادي الأهلي ببطولة البال لأول مرة في نسختها الجديدة؟ لا، بطولة البال، بطولة أفريقيا، في كل موسم الأمور تكون أصعب لأن المستويات تتطور والفرق تستعد بشكل أفضل للبطولة. أعتقد أن في الموسم الحالي البطولة كانت الأصعب. لعبنا التصفيات الأولى في القاهرة وثم التصفيات النهائية في كيجالي في رواندا، والجميع شاهد مدى صعوبة المباريات التي واجهناها، ولكنها كانت الهدف الذي نسعى له، وكنا محظوظين بأننا حققنا البطولة. وفي البطولات وفي المباريات الحاسمة كنا في الموعد وحققنا اللقب في النهاية. طيب برضو سؤال من الجماهير يا مستر أوجستي، احنا ليه دايما الشوطين الاول والثاني او الربع الاول والثاني بيبقى عندنا بدايه ليست جيده؟ خليني اتكلم معاك بمنتهى الصراحه. بعد كده احنا بنبقى قاعدين عايزين نلحق او عايزين نوصل للربع الاخير، عشان الربع الاخير احنا بنكسب فرق كبير. ايه الفرق؟ لازم اقول حاجه. لا ثانيه واحده. هي مش ليست جيده،
هو استراتيجي بتاعته. هو ايه استراتيجي؟ ايوه ما هو انا عايز يرد بقى. اصل ليس بجده دي يعني، لا يعني هم ما شاء الله عليهم، هم ليهم استراتيجي. انا عايز هو يرد. هو يرد بقى، هو اللي يقول. خلي بالك اصل ده السؤال اللي بيساله ناس كتير جدا، هو ليه احنا دايما في الربع الاول والثاني؟ اتفضل يا كوتش. البعض بيعتبرها مشكله، هو ممكن يقول ان هي استراتيجيه. مستر اوجست اتفضل. في بعض الأحيان هي مجرد ظروف للمباراة. أعلم أننا في مباريات كثيرة لم نبدأ جيدا في الربعين الأول كما قلت، ولكن الأمر يتعلق ب طبيعة تدريب وبطريقة تدريب معينة وبعقلية اللاعبين. بالنسبة لي الأمور تكون سهلة في إشراك العدد من اللاعبين في الربع الأول والثاني، ولكن مع دخول اللاعبين في المباراة الأمور تتحسن ونظهر بشكل أفضل في الربع الثالث والربع الرابع أو في الشوط الثاني. نحاول أن نسيطر على الأمور ونحاول أن نسيطر على الموارد المتاحة لنا بأفضل شكل ممكن، وبطبيعة الحال هذا حق الجماهير أن تسأل لماذا نحن نلعب بشكل أفضل في النصف الثاني، ولكنني أوعدهم بأنني سنحاول أن نبدأ بشكل أفضل المباريات. على فكرة تحسب لي ما هو الشوطين الأخرين دول، أو يعني الشوط الأخير بتبقى والشوط الثاني، يعني الربعين بتوع، أنا وجهة نظري كرياضي ان هي بتحسب للمدرب، لانه دايما يقول لك الشوط الثاني هو الشوط اللي عندنا في الكوره، ما اعرفش في المدربين الشوط المدربين. طيب مستر اوجستي، ايضا في البال تحديدا اربع محترفين الحقيقه كانوا موجودين، ما كانوش بيلعبوا معاك في البطولات الاخرى. لما جينا نتفرج على المباريات في البال لقينا ان الاربع محترفين كانهم بيلعبوا. كيف استطعتم كجهاز فني الوصول لهذا الانسجام وبهذه السرعه؟ نعم، هناك هناك أنماط مختلفة من اللاعبين مثل مايكل تومسون ومايكل فاكوادي، كان في مع الفريق من قبل، ولهذا كان من السهل أن يندمج بسرعة مع الفريق ومع طريقة تفكيري وطريقة لعبي. الأمور كانت سهلة، وبعدها حظينا بتدعيمين نونو أوموت. الأمور لم تكن سهلة، ولكنه كلاعب كبير استطاع أن يتأقلم. انضم إلينا في مرحلة لم تكن فيها الأمور الأفضل، ولكننا بذلنا كل ما بوسعنا كي يستطيع أن يتأقلم ويتعرف على زملائه لكي نستطيع أن نستخلص أفضل أداء منه. وفيما يتعلق بكوري ويبستر، كان لاعبا سابقا في الاتحاد السكندري، ولهذا أعتقد أن التأقلم بالنسبة له كان أسهل، لأنه كان يعرف الأجواء في مصر وكان يعرف اللاعبين في الأهلي، ولعبنا أمامه مباريات كثيرة في المواسم الماضية. الاستعدادات بقى اللي هتكون للمشاركة في كأس العالم أو في بطولة العالم يعني في سنغافورة، ومجموعة النادي الأهلي في هذه البطولة بتضم فريق إجنيت الأمريكي وفرانكا البرازيلي، وستقام طبعا البطولة في سبتمبر القادم. الاستعدادات في ظل أن أنت هنلعب فريق من أمريكا وفريق من البرازيل، فرق قوية ومستوى آخر الحقيقة، مستوى مختلف تماما عن القارة الأفريقية. نعم، من المبكر الحديث الآن عن هذه الأمور وعن شكل الفريق كيف سيكون، وهناك عامل سيكون حاسم لفرق كثيرة، وهي أن بطولة العالم للمنتخبات ستنتهي في شهر سبتمبر، وبطولة العمل في سنغافورة ستبدأ في شهر بعدها بشهر تقريبا، ولهذا الوقت سيكون قليل لكي نستطيع أن نجمع اللاعبين ونستعد، ولكننا هذه البطولة صعبة للغاية. صحيح، ستكون في بداية موسم، وهذا عامل مهم للغاية. وهناك بعض العوامل التي لا نستطيع التحكم فيها، لأن الفريق سيكون في مرحلة البداية والاستعداد،
ولكننا سنحاول الاستعداد بأفضل شكل ممكن، ولا أعلم إن كنا سنصل إلى أفضل مستوى ممكن مع بداية البطولة، ولكننا سنحاول. مستر جوستي، كابتن خالد العودي قاعد معانا اهو، عايز منه اي طلبات ولا حاجه اليومين اللي جايين دول قبل ما تيجي؟ قولها لنا على الهوا يعني، احنا معاك. هيقول لك هو عارف. لا، فقط اتمنى ان نواصل على نفس الطموح وعلى نفس النسق الذي سرنا عليه، وأن نحاول على قدر المستطاع أن نوفر كل الإمكانات المتاحة للفريق. كابتن خالد شخص طموح للغاية، وبصفته لاعب سابق في الأهلي يعرف جيدا معنى أن تكون في النادي الأهلي وأن تدير فريق بهذا الحجم ومتطلبات الكثيرة التي تتطلبها الجماهير، التي تطالبك بأفضل أداء ممكن في كل المباريات وأن تنافس على كل البطولات. نتحدث كثيرا عن على من، ولكن هناك تفاهم بشكل عام بيننا. طيب، أنا عارف إن في تعاون دائم ما بينك وما بين كابتن طارق خيري المدير الفني للسلة سيدات. اعتقد التعاون ده دائما بيكون في مصلحه النادي الاهلي والوصول لمنصات التتويج من خلال هذا التعاون المحترم اللي بينكم. نعم، اعتقد انه كقطاع لكره السله بشكل عام هناك مجتمع عام لكره السله داخل النادي الاهلي، الجميع يعلم بطريقه معينه، اعلم ان كل فريق يعلم بشكل مستقل، ولكن هناك روابط عامه تربطنا. كابتن خارق كان لاعب كبير واسطوره في النادي الاهلي، يعرف كيف الاجواء في النادي ويعرف، وهناك أيضا شخصيات أخرى مثل كريم ضيف، لاعبون سابقون في النادي دائما ما كانوا يدعموننا لأنهم يعلمون الأجواء جيدا. وجودك دائما في معظم المباريات سواء سلة وبيروح الطايرة برضو، لا أنا عايز أقول يعني حاجة. كله قريب من بعض. اتفضل. بكره حاجة مهمة. اتفضل. جينا ماتش للأهلي لكرة القدم، كان أعتقد ماتش رجاء تقريبا دور الثمانية. دور الثمانية كان ماتش رجاء يا كوتش، صح؟ افتكرت رجاء. ماتش رجاء تقريبا كونترا الوداد. ضد الوداد. ضد الوداد. لا لا الرجاء. ضد الرجاء. لا الرجاء. ضد فريق السودان. ضد الهلال. الهلال. لا لا الرجاء. لا لا كوتش الرجاء. رجاء مغربي. هقول افكرها حضرتك. فأنا عايز اروح الماتش. اوكي. قلت له ماشي. لقيته تذاكر ثانيه واحده، هو هيضحك. فقال لي ايه؟ فكل شويه، هو بصراحه حاجه جميله جدا، يبعت لي واتساب او يجي لي المكتب يقول لي خالد فين التذاكر؟ طبعا. فقول له يا كوتش خلاص هتروح معايا. كويس؟ فجي قبل الماتش بيوم، فين التيكت؟ هو راجل اوروبي عارف ان في تيكت تذاكر لازم يخش مظبوط، تمام؟ لازم كل هو صح، هو طبعا 100% صح. قلت له يا كوتش عامه حضرتك هتخش معايا مفيش مشكله، بكره باذن الله. هنروح الساعه كام الماتش؟ الماتش كان 8. قلت له يا كوتش هنمشي الساعه 7. حلو. قال لي كل مصر ماشيه الساعه 5 والساعه 4 وانت ماشي 7؟ فمش هينفع. قلت له يا كوتش مفيش مشكله خالص. فهو جه في عربيتي ودخلنا مع بعض الاستاد. حلو. فكل ما اعدي على البوابه انا وهو، هو طبعا ما شاء الله الدكتور عارف حرفيا، كل ما تخش السلام عليكم يقوم مدخلنا قال لنا نفسنا انا هو جوه المقصوره. قال لي بس انا هاجي معاك كل مصر. لا بس كان سعيد جدا جدا، وكان بجد ما شاء الله هو كان مبسوط جدا، وهو بجد بجد حد يعني تحس ان هو اتربى جوه النادي. بجد اسلوبه وحرقته على الكيان النادي الاهلي، بجد بشكره جدا جدا عليه. خلي بالك في حاجات في الاوض المغلقه طبعاً. برضو بيني وبينه شخصيا كويس، مقفول الباب، ومهما يحصل بيني وبينه جوه الاوض المغلقه بصراحه شديده هو كين جدا جدا لعيبته، كين جدا جدا انه يكسب كل بطولات، كين جدا على الجمهور، ودايما برضو نفس الاسلوب بيبص لكل المنظومه اللي حواليه، واخد بالك ان هو ينجحها. وفي الاخر بشكره جدا، هو بيتعب جدا جدا جدا، وبجد بقول له شكرا جدا، وانا عارف ان هو لسه عنده طموح. هو بيقول لك البطوله صعبه بتاعه الباسكت بتاعه بطوله العالم، ان شاء الله خير ما تقلقش عليه يعني، انا هو فاهم قصدي، ما تقلقش عليه ان شاء الله باذن الله هيسعده جمهور، هو ورجاله الباسكت هيسعده جمهور النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله. مستر جوستي، هي طبعا الموسم اللي فات والموسم اللي قبله هيخلوك داخل الموسم اللي جاي اصعب كتير جدا جدا، الحفاظ على
الاستمراريه بالخمس بطولات. انا شخصيا هعتبر ان السنه دي احنا خدنا خمسه كمان طبعا. حتى البطوله العربيه معلش انا اسف انا فاكر اصلي اللي حصل في البطوله العربيه وقلبي وجعني، لكن يلا فانا هعتبر ان احنا خدنا خمس بطولات السنه اللي فاتت وخمسه السنه دي. السنه الجايه هتبقى اصعب واصعب اعتقد كده يعني. نعم نعم بالطبع ستكون أصعب، ولكن في نفس الوقت كابتن خالد استخدم كلمة رئيسية بالنسبة لي هي الطموح. لا أحد يضمن في الرياضة بأنه سيفوز بكل الألقاب التي سينافس عليها أو سيشارك فيها، ولكن علينا أن نتحلى بهذا الطموح من أجل تحقيق هذه البطولات. ولكن هذه الرغبة وهذا الطموح بالرغبة في الفوز بكل مباراة وبكل بطولة، هذا يشكل جزءا من هويتنا، من هوية النادي الأهلي، وهذا ما ينتقل للاعبين وللطاقم الفني في السنوات التي عملنا فيها سويا. ولكن في نفس الوقت يجب أن ندرك الواقع الذي نعيشه بأن بطولة العالم هي بطولة صعبة بكل تأكيد. أعتقد أن في تاريخ هذه البطولة لم يفز بها أي فريق أفريقي، لم يفز حتى بمباراة، ولكن بطبيعة الحال سندخل البطولة بطموح الفوز، وإن شاء الله أتمنى أن نحقق الفوز، ولكن يجب أن نكون واقعيون. سنعمل كل ما في وسعنا، وبالطبع فرصنا في الفوز موجودة وسنعمل عليها بكل تأكيد. أخيرا مستر أوجستي، أنا عارف أن أنا طولت عليك، ولكن أخيرا رسالتك لجمهور النادي الأهلي خلال المرحلة القادمة. كل مرة أتحدث فيها عن الجماهير أشكرهم فيها كثيرا على دعمهم في كرة السلة. كرة السلة في مصر لم نحظى بفرص كبيرة لكي نلعب في ملاعب ممتلئة بسبب الدواعي الأمنية والدواعي الضوابط التي يضعها الاتحاد، ولكن في كل مرة كانت هناك فيها الفرصة أن نلعب وسط الجماهير كانوا في ظهرنا وكانوا دائما سند لنا. نقابلهم في الشارع، نقابلهم في كل الأماكن، ودائما ما يدعموننا ويقولون لنا أننا نثق فيكم وندعمكم لكي نكون أفضل في كل مباراة، وهذا بالتأكيد يساعد الفريق على أن يتطور بشكل أفضل وأن يحقق كل البطولات. اتفرجت على ماتش الأهلي والوداد الأخير في نهائي أفريقيا؟ كان هنا في مصر لسه؟ لا كان برا، كان هناك. ها شكرهم على تويتر. للأسف لم أتمكن من مشاهدة المباراة كلها لأن هناك بعض الضوابط المتعلقة بحقوق البث لم أستطع أن أشاهدها بشكل مباشر، ولكني شاهدت ملخصات للمباراة والأهداف، ولكني كنت في كل الأحوال كنت سعيدا للغاية لفريق كرة القدم، لأن الأهلي البطل لأفريقيا في ثلاث نسخ من آخر أربع نسخ، وهذا أمر مذهل. وحنروح كأس العالم في كرة اليد وكرة السلة وكرة القدم. أنا بشكرك جدا مستر أوجستي بوش على وجودك، وأسف مرة تانية أن أنا أخرتك النهاردة في النوم، ولكن شكرا جزيلا. كل جمهور النادي الأهلي كان ينتظر هذا اللقاء. شكرا جزيلا مستر أوجستي بوش. شكرا لك كابتن إسلام وكابتن خالد، أشكركم كثيرا ونلتقي قريبا إن شاء الله. شكرا جزيلا مستر أوجستي بوش.